I'm headed to the bottom of the bottle. I've been drowning, I've been floating away. Every other dollar that I got in bed, I probably went and pissed it away. I ain't fucking okay, I ain't liking it, babe. I don't even wanna talk, I'm just smoking my haze. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبايبنا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل عام وحضراتكم بخير. والنهارده الفيديو بتاعنا جميل جدا. عيد ميلاد يوسف ابني ما شاء الله، كان المفروض اعمله من كذا يوم، يعني هو كان اصلا عيد ميلاده من كذا يوم، بس انا ما كنتش قادره اعمله، كنت تعبانه الايام اللي فاتت، غير بقى يعني جو الصيام وكده ما كانش مساعدني. فاحنا قررنا النهارده ان احنا ان شاء الله نعمل له ايه حفله صغيره كده على الضيق، عشان هو كل يوم يقول لي يا ماما عايز عيد ميلاد في عيد ميلادي. فهو كان زعلان قوي الايام اللي فاتت، فانا حبيت ان انا ايه افرحه يعني واعمله له حاجه كده على الضيق. يعني ما رضيتش اوسع بقى واعزم اخواتي وكده، عشان انتوا عارفين بقى احنا بجو صيام والحظر كمان بالليل، فانا عملته كده حاجه صغيره على الضيق عشان ينبسط. يا رب هو ينبسط وانتوا كمان تتبسطوا معانا. ويلا بينا بقى، احنا هنجهز التورته وهنجهز الحاجات الحلوه بتاعته، وهنشوف يوسف رد فعله ايه لما يلاقيني عملت له الحاجه الحلوه اللي هو بيحبها، وجبنا له الهدايا واللعب. ويلا نجهز الحفله ونبدا الحفله مع يوسف والاولاد. وما تنسوش بقى ايه الاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس، ولو انت مش مشترك انزل اشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا على الحفله. وطبعا وضبنا التورته الجميله ديت والجاتوه بالشكل دوت والبيبسي. وطبعا احب اعرفكم بقى بالضيوف الجديدة اللي معانا النهاردة في حلقتنا الجميلة دي. معايا الأستاذ عبد الرحمن زميلنا يوسف، ومعايا الأستاذ ياسر ما شاء الله عليهم. كمان هما جايين محبوش يضيعوا الفرصة إن هما يحتفلوا أو يشاركوا يوسف بالظبط كده، يشاركوه عيد الميلاد حبايبه وأصحابه وجيرانه، فحبوا يشاركوه عيد الميلاد فجم يحتفلوا معانا. فكلنا بقى نرحب بيهم ويلا بينا بقى نحتفل بعيد الميلاد. يلا بينا. ايه احساسك بقى يا يوسف ان انا عملت لك العيد ميلاد اللي انت كان نفسك فيه؟ احساسك ايه النهارده؟ ايه تقول ايه؟ احلى يوم طبعا. مبسوط وسعيد كده ولا ايه؟ مبسوط طبعا. طب تحب تقول ايه لاخواتك اللي بيتفرجوا عليك واصحابك وحبايبك؟ كل سنه وانتم طيبين وعقبال عيد ميلادكم. انتوا كمان عقبال عيد ميلاد يا رب. يوسف فاول بيتكسب فعلا، فربنا يهديه ويهدي ولادنا جميعا يا رب، ويحوش الغمه اللي في البلد اللي في العالم عامه اجمعين، واللي ما خلفتش ربنا يكرمها يا رب وتخلف كده ويفرحها على قريب بالذريه الصالحه ان شاء الله باذن الله. ويلا بقى نحتفل بعيد ميلاد يوسف عشان انا بحب التورته وعايزه اكل تورته. وطبعا انتوا عارفين بقى احنا صلينا العشاء والقيام، وعايزين بقى نحتفل وناكل عشان كلها ساعتين وانا عايزين السحر تاني. بالظبط. ايه بقى الشمعه؟ الوقت يداهمنا. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Say happy birthday to you. يلا حلم بلم بلم حيا بالفصل. هيكون عيد ميلاد الليلة أسعد الأعياد فليح يا بالفصل. إيه يا اسم مستعجل ليه؟ كنا بنغني لك يا راجل. نعم مبروك كل سنه كده. احنا خير. بقى ايه كل واحد يتمنى امنيه. ثانيه رماد سيبيها، سيب الشمعه رماد معانا في الشمعه. كل واحد بقى من صحابك يتمنى امنيه ليك، تتمنى له ايه يا ياسر؟ ليوسف انا عشان كل يوم يبقى سعيد وفرحان فيه. ماشي حبيبي. ميرسي ميرسي جدا. عبد الرحمن بقى، عبد الرحمن عسل يا جماعه ازاي الله اكبر عليه، ربنا يحفظه يا رب ويخليه لمامته ولباباه. انا اتمنى ان يوسف يكون سعيد وفرحان وكل سنه كده يعمل عيد ميلاد زي ده ان شاء الله باذن الله. عسل عسل عسل. بوسه بقى. يلا ربنا يخليك. وانت بقى هبوسك بس لما باجي ناحيتك عشان انا ممكن الخبط الحاجات دي على بعض بالكمار بتاعي. ماشي. يلا بقى اكلكم بقى من التورته اللي احنا ايه واقفين بقى لنا قدامها ساعه دي. عايزين سكينه. ايوه انا كنت فاكره ان انا جايباها. تعالى يا يوسف. تعالى يا حبيبي. عقبال بقى ايه ما طلعت على التورته بتاعتك كده انت وايه؟ انت متجوز. انت والمزه. انا هجيب له موزه يا جماعه ان شاء الله باذن الله لو حيانا ربنا. يلا ربنا يسهل. هعمل زي امي بتقول لحسن انا هجوزك موزه. بسم الله الرحمن الرحيم. هي اصلا سايحه مش ايه؟ يلا عشان الجو حر. اه بسم الله الرحمن الرحيم. شاطر يا يوسف. اتكل على الله بقى لحسن هنعمل حادثه دلوقتي. هسيبهم ياكلوا
بعد ما يخلص اكل نرجع بقى نكمل ايه الفيديو احنا مع بعض وبنشوف الهدايا اللي جبناها اليوم. خلاص بقى خلصنا الجاتو والتورته والبيبسي ولمينا السفره وهنبدا بقى عشان نفرق الهدايا اللي احنا جايبينها عشان يوسف. هنبدا بمين اللي هيدي الهديه، بنيره ولا بياسر ولا انت صاحب عيد الميلاد انت مالكش هدايا، ولا عبد الرحمن ولا ابو زياد ولا ابو زياد ولا برماس؟ نبدا بنيره. يوسف اللي يختار. انا متشوق. بس الكاميرا احنا مش جايبين زيرو احنا عارفين ايه. مش تقول لكم سنه طيب كل سنه وانت طيب. طب اركنها على المسمح. يلا يلا دي بتاعت مين؟ بتاعت ياسر. ماشي عقبال كده يا ياسر ما نجيب لك ان شاء الله كده وانت ناجح كده وحاجه حلوه ونبقى نيجي نصور معاك برضه. يلا مين تاني؟ انا يو ماشي. يلا يا نيار. انا فاكر يا يوسف دوكا الاول دي فايق. مش عارف. طب هقول فاكر لما كنا بنلعب من يومين كده وقلت لي انا نفسي في لعبه؟ مش فاكر هي كانت لعبه ايه. مش فاكر. خلاص شوفي انت جايبه له هديه ايه. ده كمل شويه اللي نفسك فيها. انت كده داريتي عليه بالحرام اللي انت جايباه. حاجه ورينا نيره. ورينا كده نيره عامله ايه. حاجه مشتركه فيها انا مع يوسف. انا داخل فيها يا جماعه. جميله لعبه القطر. صور يا زاد القطر اللي اهو فيها انا وزياد. يا جماعه وحطيتها في دماغي وجبتها. لعبه القطر يعني قطر الكتريس. جميله. خليها هنا كده حلو. خلاص خليها ماندو بقى. عبد الرحمن هو الدلع بتاع ماندو. اتفضل كل سنه وحضرتك. طيب اصحاب بتقول له حضرتك ليه؟ كل ده عشان الكاميرا شغاله؟ عبد الرحمن ما شاء الله جميل. ميداليا وقلم. حلو جميله. حلو الله ذوقه جميل يا جماعه. بصوا عبد الرحمن باين عليه يطلع مثقف من ذكره. ما شاء الله جميل يا عبد الرحمن. عقبال كده ما نجيب لك ايه؟ حاجه حلوه كده وانت ناجح ان شاء الله باذن الله في عيد ميلادك. انا بقى وعايزه اغلق. بس يا رماس تعالي تعالي جنبي. تتوقع ايدي يا يوسف؟ لا انا مش هقعد اقول له بقى تتوقع مش تتوقع. معروف ان هي لعب. يعني انا جايبه له العربيه الجيب ديت بريموت. الريموت اهو يا جماعه اهي. دي معرفش تقريبا الخريطه بتاعتها. ايوه افتحيها بقى ماما مره. حلو اهي اهي يا جماعه الريموت اهو والعربيه. روعه العربيه الثانيه. دي هديه بابا. دي هديه بابا. بابا محمد ده ايه ديناصور. تعالى نجرب لك دي يا يوسف. ديت عجباني قوي. يعني انا اصلا وانا وبابا واحنا في المكتبه وبنشتري له اللعب ديت انا هوريها لك عشان انت مش هتعرف تشغلها عشان اول مره. وانا بختارها له جميله جدا ومميزه ولقيت حاجه جديده عشان كده عجبتني قوي. ده ايه ده؟ بص عامله ازاي. ده ايه ده؟ ديناصور باين عليه. هتنبهروا بيها. يا رب يا ست تكون بتصور حلوة. اهم حاجة يا رب ما تقلقيش اعتمد عليا. يلا واحد اتنين تلاتة. بصوا بقى يا جماعة بيطلع الدخان من بقى. ايوه الدخان ها يا جماعة بخور. شايفين شكلها؟ حاجة جميلة. عجبتني جدا وحسيت ان هي مميزة اخترتها على طول. بس النور كده يا نيرة. النور دي ايه روعة. كل سنة وانت طيب يا يوسف. عيد ميلادي عيد ميلادك عيد ميلادك يا يوسف. كان نفسي والله اعمل حاجات كتيرة بس يلا بقى حظ بقى ان عيد ميلاده جه في رمضان. مش يوم. كويس ما شاء الله. عايزة تعدي كرمس؟ ايه رأيكم؟ حاجه ولا في. فزي ما انتم شايفين النهارده كده ده كان يومنا النهارده واحنا بنحتفل بيوسف. وطبعا رماس هتبوظ له اللعبه. مش ساكته. يعني هي اصلا مجرد ان احنا نقفل الفيديو هتلاقي حاجات تانيه حصلت. مجرد ان احنا نقفل الفيديو هتحتل على الحاجات دي وهتشارك يوسف فيها. يعني غصبانيه غصبانيه مش بمزاجه. يعني هو ده امر واقع. جميل احنا هنقعد دلوقتي بقى وهنركبه كده مع بعض بروقان كده عشان ما يبص. يا جماعه يا رب خلاص سامعين العربيه دي بتاعتي انا عارفه يا بنتي والله قبل ما نقفل الفيديو.
بصي يا الماس احنا هناخد الحاجات دي هنخبيها هنخبيها خالص جميل. هنخلي الواد بس يفرح بيها يقول بعد كده خديها العبي بيها زي ما انت عايز. يا رب الفيديو النهارده يكون حلو ولذيذ كده ويكون عجبكم تكونوا فرحتوا زي ما احنا فرحانين. والف شكر ليكم وطبعا انتظروا الحفله الكبيره اللي انا هعملها للمئة الف. انا مش ناسياها اوعوا تفكروا ان انا ناسيها ولا مطنشاها بس لا انا مش عايزه اعمل حفله عاديه انا عايزه اعمل حفله حلوه محترمه وتكون اخواتي كلهم من ضمنهم حمدي ووفاء يكونوا متجمعين فيها. فانا بس مستنيه الوقت المناسب وهعملها ان شاء الله لكن انا ما نسيتهاش. وعقبال ان شاء الله ما نحتفل بردك بالربع مليون ونص مليون واحنا مع بعض ايد واحده وعيله كبيره ان شاء الله باذن الله. ما تنسوش بقى الاشتراك واللايك تفعيل الجرس قول ليوسف كل سنه وانت طيب يا يوسف وعيد ميلاد سعيد وفي رعايه الله. والناس المقدوده اهي المقدوده في رعايه الله في رعايه الله. يلا يا ولاد قولوا باي.